فاتحة من هولندا. المشكل ديالنا شرينا جوج بارتمات هنا في مراكش، شريناهم في 2018، والمشكل اللي جينا فيه دابا باعوهم لينا. شريناهم في 2018 جوج بارتمات، في الأول شرينا وحدة، فاش جينا نشوفو هنا في مراكش كنقلبو على المشروع بينا نشريوه، ولقينا هذوك البارتمات في البلان، شريناهم غير في البلان مازال ما طالعينش، وعجبتنا بزاف وزدنا شرينا الجوجة، شرينا جوج بارتمات حدا بعضياتهم، وزعما كنا بغينا نزدوهم، بغينا نديرو بارتمات جوج نديروها بارتمان وحدة نقادوها. شرينا قبل نزلو في العطلة في السفر مع وليداتنا، وعلى حساب نيت شي أصدقاء عندنا في هولندا، نصارى أصلهم نصارى، هما مساكن كيجيو هنا كيسافروا كيجيو لمراكش، واكثريه كيجيو على قبل المدارس على الدراري، على كيعاونوهم المساكين، كيشرو لهم الدفطار، يشرو لهم كيصلحوا لهم المدارس شحال من حاجه، وبغيناهم حتى هما زعما يلقاو فين ينزلوا قريب المطار ومتسعين، وقلنا زعما نشاركوا معاهم. خديناهم ب 25 مليون وقالوا لنا صافي تزيدوا حتى 7 المليون على حساب الفينيسيون ديالها بالثلاجه بالكليماتيزور، وتقاموا لنا ب 32 مليون الوحده، هي 64 مليون جوج بارتمات. صافي حنا المهم فاش شريناهم درنا معاهم الكونتراك ديال ريزيفاجيون صافي، وزعما بقاو كل خطره كنمشيو كنجيو كنسافروا كيعيطوا لنا كنجيو نخلصوا داكشي اللي كيطلبوا لينا. هذاك الشيء اولا فاش سنينا معاهم كونطرادا درنا الدفوع 17 مليون البارتمان دفعنا كدفوع، بقى داك الشيء كنمشيو كنجيو حتى تقريبا 2019 كملناهم في الخلاص كاملين، وداك الشيء بقاو كنتسناو حتى يسلموا. ايوا في 2020 شهر جوج في 2020 سافر عاوتاني الجوز ديالي جا المغرب، جا قاد الوريقات عند النوتير، دازت واحد البارتمان واحد البارتمان بقات، ورجع قال لي غسير تنعاودو نعيطو لك ورجع. هو ديك الساعه راه شهر 3 2020 راه عالمي دخل كوفيد، ومن ديك الساعه ما بقينا سافرنا سدو المغرب، شفتي كيسدو الحدود ما بقيناش نقدروا ندخلو ولا نخرجوا. وحنا زعما قلنا بالنيه ديالنا ما كان حتى مشكل، بارت ما تكملناهم في الخلاص نبقاو نتسناو حتى يفتحوا الحدود ونمشيو نقادو الامور ديالنا. هذاك الشيء اللي كانوا في شهر 10 2021 فاش جابت الوقت حلوا الحدود الحمد لله، داروا الناس تلحيق وكل شيء صافي، درنا معاهم بلا نجو. جا الزوج ديالي جا في شهر 10 العام اللي فات 2021 باش يمشي يدوز البارتمان الاخرى ويسلم ويشد السويرتات، ديك الساعه لقاهم تباعوا، باعوهم لينا، عاودوا فيهم البيع، باعوا شي حد اخر. ايوا دابا حنا الفلوس ديالنا راه حنا محاربين معاهم عليها، مازال ما ردوهم لينا لا فلوس لا لابارتمان، حنا طالبين فلوسنا دابا وغادين معاهم في الطريق القانونيه، وزعما مازال ما كاين والو، ما من شهر 10 تقريبا تبع شهر 10 تقريبا تيه شهور تقريبا باش غادين معاهم. حنا بغينا نقولوا لهذوك الناس اللي مسؤولين على قبل هاد المشكلات اللي كيوقعوا في كامل في المغرب، بنا زعما حنا كنتمنوا القانون يتبدل، داكشي اللي كنتمنوا، ماشي غير حنا، بزاف الناس اللي داخلين واللي خارجين في اوروبا كيتمنوا زعما القانون يتبدل، الناس الوطن يشدوا الحق ديالهم، المهم الحق ديالهم يكون اكثر، فهمتي؟ دابا الحق الناس هنا ما بحال ما كاينش في المثال، الا ما درتيهاش بالطريق
القانونيه راه ما تشدش حقك. السلام عليكم، انا حكي من هولندا، انا ومرتي شاري جوج ابارتمانات عن بروجيكت الغالي في مراكش. والمهم هادشي اللي قالت لي، اللي قالوا لي في البروجيكت الغالي من تبعوا ابارتمان، صافي من تما تصدمت انا. المهم قلت اش هادشي، واش عايشين دابا هنا وكنسمعهم ان شفروا لك ابارتمان ديالك واخا عندك الاوراق واخا مشيتي عند النوطير وكل شيء؟ كنقول هادشي ما يمكنش. انا صحابي زعما غير كيتفلاو شي حاجه، انا صحابي غير كيضحكوا عليها. وفي الاخر لقيت هو هذاك، لقيت شي الناس الاخرين اللي ساكنين تما في هذاك ابارتمان، وسولتهم قلت لهم علاش بعتوا هذا الشيء مع الخلاص ما كدفعوا لنا والو، خلصنا لكم كل شيء والاوراق حتى هما مقادين وكل شيء، وعلاش درتوا هذا الشيء؟ وما كيقول لك يا ما جيتيش وتسلمتي على هذا البروجيكت. قلت له كيفاش دابا العالم كل شيء السد، كيف غنجي هنايا؟ قال لك لا ماشي شغلي انت، خصك تجي وصافي. قلت له معمر قلت له شي حاجه ولا اتصلتوا بيا ولا صفتوا لي شي ايميل؟ حنا الاتصالات اللي بيناتنا هي كاينين في الواتساب. والمهم من هذيك الوقيته حتى دابا مازال ما كان والو. حنا شادين دابا المحامي هو اللي كيتكلف على هذا الشيء، والحمد لله ان شاء الله غناخذوا حقنا وكل شيء. الرساله اللي باغي نقول للمسؤولين كنقول لهم ان شاء الله زيروا هذا الشيء، ديروا شي الحلم ان الناس الا باغي يشيروا شي حاجه الحكومه اللي غيدخل فيه هما اللي غيعطيهم الغارانتي، ما ان غادي يشريو شي حاجه ما يقدرش يديروا بهاد التفليات اللي داروا دابا مع الناس. مع دابا الناس مساكن، اي واحد كيجمع رزقه باغي يدير شي حاجه في البلاد ديالو وباغي مستقبل المغرب ديالو باي حاجه، حنا باغي نزيدو ماشي نرجعو، هادشي اللي باغي نديروه. وثاني كنشكر اشواه تي في، شكرا بهذا الشيء. باغي نقول له صحاب المغاربيه اللي كاين هنا في المغرب ولا اللي كاين برا المغرب، اجيو وديروا شي حاجه هنايا، واخا ان شاء الله غتكون كل شيء مازال مزيان. ووقفوا مع جيران مع خوادرين وكل شيء، ما تنساوش المغرب هذيك البلاصه في غدفنوا ان شاء الله وغتعيش به. هادشي اللي كان، وشكرا لكم، السلام عليكم. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.